المفتوح للحزام الأسود ميسكيتا ضد اللاعبة غارسيا. غارسيا العام الماضي والخمسة أعوام الماضية كانت بطلة الحزام الأسود والبني للسيدات، اليوم تلعب على البرونزية. استطاعت اللاعبة ماكنزي من الولايات المتحدة أن تتغلب عليها بإنذار فقط لغارسيا. تفاعل الجمهور اللي كان متواجد في صالة آيبك أرينا في مباراتها في النصف النهائي يوم تاريخي لبطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجوتسو النسخة السابعة. فوز ماكنزي على غارسيا في أدوار النصف النهائي، بعدها المباراة النهائي للحزام الأسود والبني البطلة الجديدة لنسخة 2015 ضد اللاعبة فانيسا أوليفيرا ناسيمينتو ضد اللاعبة ماكنزي لاين ديرن. لكن المباراة اللي بعدها بيكون برونزية الرجال في الحزام الأسود أخوي نيس بين اللاعب لياندرو لو ناسيمينتو وكينان كورنيليس. أيضا هاي تعتبر نهائي تعتبر فعلا نهائي، ومباراة يعني قوية جدا بين بطلين كبار. لياندرو لو كان على وشك أن يتغلب على قدر يحصل نقطتين على ماركوس الميدا بوشيشة الملقب ببوشيشة، لكن ما حالف الحظ. كينان كورنيليس أيضا خسر قدام ترانس، فأسماء كبيرة. أحسن أربع مباريات بعد هذه المباراة حتى الآن. النتيجة نفس ما أنت شايف في الشاشة كابتن أنيس، ما في شيء، نعم، لا نقاط ولا إنذارات ولا أفضلية. في محاولة من غابي أو غارسيا نتعدي من الجارد ميسكيتا. زارت محاولة قائمة 3.5 على نهاية المباراة. دقيقتان و40 ثانية متبقية، لم تتمكن اللاعبة غارسيا من عبور الجارد أو حتى من الحصول على أي أفضليات. دقيقتين و25 ثانية. نعم استطاعت ثلاث نقاط اللي مسكيت لغارسيا عفوا. نعم اعتقد في هل هناك تعديل بدلة او هل هناك في حركة استسلام؟ لا اعلم، الحركة لم تكن واضحة. لا تعديل بدلة فقط. هل في محاولة استسلام؟
دقيقة و17 ثانية وانت بقي من زمن هذا النزال. الحكم تقوم بإنذار اللاعب غابي. هذه محاولة من اللاعب غابي للهروب من وضعية سويب. الآن هنا محاولة الحصول على حركة أقل عن دقيقة السلام. على نهاية المباراة. نعم. أقل عن دقيقة على مباراة قوية جدا في المباراة اللي بعدها. كينان كورنيليس من الولايات المتحدة ضد اللاعب لياندرو لو ناسيمينتو. هذه حركة، الحركة السويب هل تكتمل؟ هل تكتمل حركة السويب؟ لم تكتمل، لم تكتمل حركة السويب، لم تكتمل حركة السويب. كانت على وشك لكن 25 ثانية. نعم، المحاولة كانت جميلة جدا من قبل اللاعب بياتريز. نظرة كانت غريبة من مدرب اللاعب غابي. هذا هو مدرب اللاعب بياتريز. كانت نظرة غريبة من مدرب. هل هي حسرة على ضياع الذهب؟ لكن الآن البرونز في اليد. نعم، البرونزية فايز فيها. أو هل يتحدث أن عصر غابي قد انتهى؟ مباراة، باقي ثلاث مباريات على نهاية اليوم الختامي لمنافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجوتسو الوزن المفتوح. مباراة اللي بعدها بين اللاعب لياندرو دو ألو ناسيمينتو ضد اللاعب كينان كورنيليس من الولايات المتحدة الأمريكية. هاي محاولة، محاولة خطيرة لكن الوقت لم يسعف. ميسكيتا حصل على الميدالية البرونزية.